اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نقاط الضعف والقوه في فريق مصر هنتكلم عنها في الفقره التاليه. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خلينا بقى نبدا النهارده بفريق مصر، و ايه رايك في هذا الفريق؟ يعني الفريق طبعا فريق نادي مصر، ممكن يعني اللي يبص مثلا على ان هو جايب 7 أهداف بس من أضعف خط الهجوم في الدوري يفتكر أنه فريق ضعيف، ولكن هو بصراحة فريق قوي، وأنا شايف أن مباراته النهاردة أصعب من مباراة مصر المقصة. فريق قوي جدا على المستوى البدني، فريق نادي مصر، فريق كمان يمكن ميزة كابتن عبد الناصر محمد بيلعب اللي هو إيه، بيلعب مان تو مان نفس طريقة كرة السلة وكرة اليد بالظبط. ففريق قوي جدا على المستوى البدني، من اكتر الفرق اللي بتكسب الكوره الثانيه في وسط الملعب فريق نادي مصر. كمان بيلعب على اللي هو مان تو مان. يعني ايه مان تو مان؟ يعني احنا هنلاقي النهارده مثلا النادي الاهلي لو بيلعب 4-2-3-1 هنلاقي كل واحد معاه واحد، هو بيدافع كده، طريقه اللي هي ايه، الطريقه القديمه بتاعه كره السله ديت، هو عنده كده كل واحد معاه واحد. فهتلاقي كل يعني مان تو مان، تلاقي مثلا لو لعب هنا مثلا احمد الشيخ هتلاقي معاه واحد، لعب ازارو هتلاقي معاه واحد، لعب كهربا هتلاقي معاه واحد، كل واحد مع دي الطريقه بتاعه نادي مصر مع كابتن عبد الناصر محمد، طريقه المان تو مان. أيوة. كمان بيعتمد على كسب الكره الثانيه بشكل كبير جدا، وبالتالي النهارده اي ثنائي الارتكاز بتوع النادي الاهلي اللي هم عمرو السوليه مثلا واليو ديانج هيبقى عليهم دور مهم جدا في كسب الكره الثانيه. المباراه النهارده هتبقى اقوى من مباراه نادي المقصه، خاصه على المستوى البدني. فرقه قويه جدا جدا على المستوى البدني. الحاجة التانية بيلعبوا بطريقة المان تو مان، طريقة رزلة، لازم الحل الفردي فيها مهم جدا، لازم تفوت في واحد على واحد مهمة جدا، لازم تشوط كتير، لازم تلعب على الكرات العرضية. هنشوف هنتكلم في نقاط الضعف اللي عندهم، ولكن بصفة عامة كده هي مباراة نقدر نقول مباراة عنيدة النهاردة للنادي الأهلي. طيب خلينا نروح بقى لبداية المقارنات ما بين ريني فايلر وعبد الناصر محمد. كابتن عبد الناصر محمد طبعا المدير الفني لنادي، عامل معاهم شغل محترم، وفرقه هي فرقه بتعمل كل حاجه في الكوره الا حاجه واحده بس، هي التهديف. لو عندهم راس حربه او اشتروا راس حربه في شهر يناير اعتقد ان هو هيفرق معاهم جامد جدا، بيوصلوا للجون كتير جدا، ولكن عندهم مشكله عمق هجومي واضحه اللي هي نبص على الارقام هتاكدها الارقام. يمكن هو عنده 49 سنه، لعب معاهم 11 مباراه، كسب 2، اتعادل 5، خسر 4. ده رقم قليل بالنسبة لفريق لسه صاعد حديثا، يعني أحرزوا 7 أهداف. فهنا بقى تكمن المشكلة الموجودة في نادي مصر، إن هو فريق بيوصل للجون كتير جدا، عدد محاولاته على المرمى كبيرة، ولكن عندك مشكلة في العمق التهديفي، بينقصهم الفيرويد المهاجم الخطاف اللي بيخلص من نص فرصة. وده الفرق ما بينه وما بين النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي طبعا 9 فوز من 9 مباريات، جايب كام جون النادي الأهلي؟ 25 هدف. معدل الأهداف 2.7 للنادي الأهلي مقابل 6.6 فقط لنادي مصر. بالنسبه للدفاعات، النادي الاهلي دخل شباكه هدف واحد بس، ايوه، حافظ على نظافه شباكه 8 من 9 ماتشات. اما نادي مصر دخلت شباكه 12 هدف برضو، رقم يعني يعتبر رقم كبير، 12 هدف بس مش كبير قوي بالنسبه لفريق يعتبر لسه صاعد حديثا. حافظ على نظافه شباكه 4 مباريات من 11، رقم كويس جدا برضو بالنسبه لنادي مصر، مقابل طبعا 8 للنادي الاهلي. هنا انت لما بتقارن، خلي بالك عمل واحده من المفاجات بتعادله مع نادي الزمالك، مفاجاه برضو ان هو يتعادل مع نادي الزمالك. ما هو ده اللي حصل قدام نادي الزمالك، ايه؟ ان هم لعبوا بطريقه المان تو مان، طريقه المان تو مان اللي انت في كل ارجاء الملعب بتقابل بتلعب. زمان كان يقول لك ايه؟ لو اللعيب داخل التواليت خش وراه. هو كده. يعني ما تسيبوش. هو كده، يعني هو دي طريقتهم النهارده. وهم كمان على المستوى البدني قويين جدا، بيوصلوا للجون كتير جدا، ولكن ولكن على مستوى الفينش هم عندهم مشكله. يعني في مدرب بيقول لنا كده، فاكرني بهزر، انا مش هقدر اقول اسمه طبعا، لكن كان في مدرب بيقول لنا كده. ولكن على مستوى الفينش هم عندهم مشكله في العمق الهجومي. بس هي دي الفكره. الاهلي على فكره بس. يمكن لو بصينا على تشكيلهم المتوقع اللي بيلعبوا بيه، هم بيلعبوا بطريقه لعب 4-2-3-1، طريقه اللعب بتاعتهم 4-2-3-1. في حراسه المرمى عصام ثروت، يمكن هو ما كانش بيبدا في بدايه الموسم وبعد كده اخد. الاثنين المساكين محمود شبانه واحمد جوده، محمود شبانه هو الكابتن، احمد جوده ده كان قادم من النادي المصري. علاء عطا الباك اليمين ده نحط عليه دايره، مهم جدا 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 علاء عطا، لانه
يعني هو من احسن اللعيبه مثلا على مستوى قطع الكرات، ولكن عنده مشاكل دفاعيه كتيره جدا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله. لو كهربا سواء بدا او اخذ في الشوط الثاني ممكن تكون فرصه حلوه لظهور كهربا. ايوه. الناحيه الثانيه الباك الشمال مصطفى كالوشا، الاثنين الارتكاز اسلام صالح، وده لعيب عنده خبرات، لعب في سموحه ولعب في المصري، احمد يوسف من ناشئين نادي انبي وتالق مع انبي وانتقل لنادي مصر، صانع الالعاب محمد جمال تريكا بتاعهم، الجناح اليمين كليف مانديري اللي هو الجناح الكيني، واحمد الشيخ اللي هو الجناح الايسر القادم من الاتحاد السكندري، ومحمود رامبو. يعني دليل وجود لعيب زي محمود رامبو في التشكيله في اخر مباراتين ده دليل المشكله اللي قلت لحضرتك عليها، ان هو عندهم مشكله في العمق الهجومي. أيوة. فبدا يوظف محمود رامبو اللي هو اصلا بيلعب جناح يمين في طريقه اللعب بتاعتهم، بيلعب جناح يمين، بدا يعني انت تجيب جناح زي هنا مثلا، بدات تجيب الجناح اليمين اللي كان بيلعب جناح يمين تحطه راس حربه عشان عندك مشكله في الحته دي، وبالتالي دي بقت نقطه قوه واضحه عندهم ان هم بدا محمود رامبو لما بيلعب، محمود رامبو عنده سرعات، فهم بيعتمدوا دايما ميزتهم على الكرات الاسلوب اللعب المباشر التمرير الطولي، وبالتالي انت هتلاقي النهارده تمريرات طوليه كتيره جدا في ظهر الاثنين المساكين بتوع النادي الاهلي رامي ربيعه ومحمود متولي، هتلاقي فيه او ايمن اشرف لو بدا هتلاقي فيه تمريرات طوليه كتيره جدا لمحمود رامبو اللي هو الجناح اللي تم توظيفه كمهاجم وهمي بينزل يسقط للخلف عشان يبدا يفتح مساحات للقادمين من الخلف، ومحمود رامبو مسجل هدفين في اخر ماتشين لنادي مصر. تمام. نبص بقى على نقاط القوه بتاعتهم. كيف سجل؟ ازاي كيف سجل نادي مصر 7 اهداف في 11 مباراه؟ نقاط القوه بتاعتهم يعني هم مسجلين 7 اهداف، قلنا المعدل بتاعهم ده يمكن مش كبير قوي ان انت تسجل 7 اهداف وعندهم مشكله، ولكن برضو ازاي هم بقى بيسجلوا ال7 اهداف دول؟ من ال7 3 تمرير طولي في العمق، نقطه مهمه جدا. اللي هي 42.8%، 3 تمرير طولي من 7 اهداف، نقطه مهمه جدا. بعد كده الكرات العرضيه من الجبهه اليسرى المميز بيها مصطفى كالوشا الظهير الايسر 28.5، بعد كده 28.5 ضربات جزاء. عايزين نشوف امثله للتمرير الطولي اللي في العمق اللي احنا بنتكلم عليه والكرات العرضيه من الجبهه اليسرى. هنبص على الصوره الاولانيه، شوف الاهداف بقى ازاي جت، الحالات الفنيه. نبص نلاقي ده هدف لنادي مصر من تمرير طولي في العمق، كان فين؟ في شباك مصر المقصه في المباراه اللي قبل الاخيره. بص حضرتك هتلاقي اتلعب التمرير طولي. أيوه. في ظهر الدفاع ما بين السردباكين ما بين الاثنين المساكين اتلعبت. أيوه. لرضا الويشي اللي هو نزل بديل في المباراه دي وسجلها. اذا دي اول صوره، احنا بندي مثال للتمرير الطولي الحذر النهارده من التمرير الطولي في ظهر دفاعات النادي الاهلي. ايوه. الهدف اللي بعده. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا عن الصوره خلينا نروح للحظات وصول الفريق النادي الاهلي لاستاد القاهره مع حضراتكم على الهواء مباشره. دايما بنحاول نحط حضراتكم دائما في وسط الاحداث سواء في فندق الاقامه او في ملعب المباراه، ما قبل المباراه وما بعد نهايه المباراه. لحظات الوصول حالا دلوقتي معاكم على الهواء مع حضراتكم على الهواء مباشره. اللاعبين بقى والجهاز الفني انا قلت اسمائهم وهم داخلين، فزي ما حضراتكم شايفين الان وصول اللاعبين الى ملعب استاد القاهره وبيتجهوا بقى الى غرف خلع الملابس. طيب نكمل كلامنا بقى على الحالات الفنية. التمريرات الطوليه ده الهدف بتاع الماتش الاخير اللي هو كان في شباك طنطا. نبص على الكره اللي لعبها تقريبا احمد يوسف اللي هو لعيب الارتكاز، دي الصوره اللي فوق لما كان لسه الكره فين في وسط الملعب. أي. تمرير طولي. الصوره اللي تحت لما وصلت اتلعب التمريره طوليه، السهم هو معمول السهم الابيض عشان توصل للمهاجم تمرير طولي. اذا الخطر النهارده برضو بنحذر من التمريرات الطوليه في ايه؟ في ظهر مدافع النادي الاهلي. في ظهر مدافع النادي الاهلي. خاصه تحديدا للاعب محمود رامبو اللي المدرب عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر بدا يعتمد ويوظفه كمهاجم بعد ما لقى عنده مشكله في العمق الهجومي. طيب هدف بقى في شباك وادي دجله، كيف احرز هذا الهدف نادي مصر في شباك وادي دجله؟ في شباك الاتحاد السكندري. بقى نفس الناحيه الشمال اللي انت بتتكلم عنها. ده في هدف كمان برضو في الاتحاد السكندري تمرير طولي قبله. تمام. نفس الفكره بالظبط اهو، تمرير طولي، نفس الفكره اتلعبت برضو تمرير طولي، دول ال3 اهداف اللي وكانوا في المباريات الاخيره. فالملحوظه هنا ان هو بدا يعتمد على التمريرات الطوليه. تمام. نبص على الهدف اللي بعده اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هي العرضيات من الجبهه اليسرى لمصطفى كالوشا.
ده برضو هدف منهم في شباك وادي دجلة، واحد من الباكات اللي عرضياتها كويسة قوي مصطفى كالوشة، يمكن هو على المستوى الدفاعي مش قوي لكن على المستوى الهجومي عنده عرضيات محترمة جدا. تمام، زي ما احنا شايفينها كده. الزمالك بقى نبص بعد كده برضو جابوا جون من الجبهة اليسرى. الزمالك من الجبهة اليسرى كانت الكرة عرضية اتلعبت من ورا عبد الله جمعة وبعد كده اتصلحت، سجلها تقريبا مصطفى سلطان اللي هو المهاجم، او كان المهاجم اللي هو سجلها، برضو اتلعبت لاسلام صالح، اسلام صالح لعبها. اذا الجون جه من كره عرضيه من الجبهه اليسرى. اذا اخطر حاجتين النهارده لنادي مصر حاجتين، اول حاجه التمريرات الطوليه اللي في ظهر دفاع النادي الاهلي جابوا منها 3 اهداف من السبعه، الحاجه الثانيه الكرات العرضيه من الجبهه اليسرى بتاعه مصطفى كالوشه. اذا لازم النهارده محمد هاني لو بدا ناحيه اليمين يخلي باله من الكرات العرضيه والمساحات اللي وراه من بتاعه مصطفى كالوشه، الحاجه الثانيه محمود متولي ورامي ربيعه او ايمن اشرف لو بدا يخلي بالهم من التمريرات الطوليه اللي هتتضرب في اللي هتتلعب في ظهرهم، لان خاصه ان احنا بنلعب دفاع متقدم وبالتالي من السهل جدا ان انت هتتضرب بالتمرير الطولي ده، فلازم تخلي بالك من الاثنين المساكين دول يكونوا بيرجعوا ويكونوا واخدين حذرهم من التمريرات الطوليه اللي هتتلعب في ظهرهم. طيب خلينا بقى نروح لمتى سجل نادي مصر اهدافه اللي هي نقاط القوه. ده برضو الفترة الذهبية بتاعتهم لنادي مصر هنبص نلاقي ان هم مسجلين من الربع ساعة الثانية اللي هي من الدقيقة 15 للدقيقة 30 مسجلين فيها 3 اهداف قدامنا على الشاشة اهو 42.8 من 10، ده 3 اهداف الفترة الذهبية. والفترة الذهبية الثانية اللي هي اخر ربع ساعة من المباراة 28.5. اذا اهم فترتين في المباراة الفترة اللي هي في النص ساعة الربع ساعة الأولى الربع ساعة الثانية من المباراة من الدقيقة 15 للدقيقة 30 مسجلين فيها كام هدف؟ 3، والربع ساعة الأخيرة وبرضه الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. إذا فريق على المستوى البدني بيمتاز بالقوة البدنية بدليل إن هو دايما بيسجل أكتر في نهاية الأشواط، وكمان الفترة الذهبية بتاعتهم الربع ساعة الثانية. لكن ما بيسجلوش ولا هدف في أول ربع ساعة من الشوط الأول ولا أول ربع ساعة من الشوط الثاني. والإحصائية دي بتأكد إيه؟ بتأكد قوة فريق نادي مصر على المستوى البدني اللي احنا اتكلمنا فيها ان هم مميزين جدا على المستوى البدني. طيب نادي مصر استقبلت شباكه 12 هدف. 12 هدف طبعا نقاط الضعف بتاعتهم بتوضح لك الاحصائيه دي بتوضح لك هي نقاط الضعف بتاعتهم ايه؟ ازاي هم بيستقبلوا الاهداف؟ هنبص نلاقي ان هم استقبلوا 12 هدف منهم 5 اختراق وعرضيه من الجبهه اليمنى لنادي مصر. اذا الجبهه اليمين اللي هي في اللي بيلعب فيها ناحيه اليمين مثلا كهربا، لعب في اي حد ناحيه اليمين جرالدو من علي معلول، الحته اللي هي فيها الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي والجبهه اليمنى بتاعه نادي مصر. اللعب كله لازم يكون من عليها النهارده. ليه؟ لان الجبهه دي واضح ان هي عندهم نقطه ضعف واضحه. دخل فيها 5 اهداف من 12 لنادي مصر بنسبه 42%، يعني 41.6 نسبه كبيره. بعد كده في 2 ضربات جزاء، 2 ضربات ركنيه، 2 تمرير طولي في العمق، 1 كرة عرضية من الجبهة اليسرى لنادي مصر. طيب خلينا نروح نشوف بقى الصور الأهداف. نبص بقى على حتة الجبهة اليمنى اللي اتكلمنا فيها النهارده اللي هي اللي مثلا هيلعب فيها علي معلول اللي هي الجبهة اليسرى بتاعة النادي الأهلي اللي هي اليمنى بتاع اللي فيها علاء عطا اللي هي الجبهة دي تحديدا اللي هيبقى فيها مثلا لو بدأ أو أي حد هنا سواء كهربا مثلا وعلي معلول وعلاء عطا هنا، الجبهة دي مهمة جدا إن أنت تخترق منها، عندهم مشكلة واضحة. نبص على الهدف الأول اللي جابه النادي المصري في نادي مصر، هنبص نلاقي ان مثلا مفتاح طقطق لاعب النادي المصري عدى ورقص وشاط وجاب جون من تلك الجبهه، اللاعب اللي واقع ده هناك ده اللي هو الباك اليمين علاء عطا. فاذا ده اول اهداف نادي مصر، اول اهداف اللي جت في نادي مصر اللي هي اختراق من الجبهه اليمنى. الصوره اللي بعدها برضو مباراه مصر المقص اللي هي اللي كانت قبل الاخيره اللي هي بتاعه ميدو جابر، هنلاقي ان ميدو جابر عدى من علاء عطا من اللي هو الجبهه اليمنى وراح عامل عرضيه جت جون. ادي الصوره قدامنا على الشاشه او اللي فوق العرضيه بتاعت ميدو جابر اهي جت جون. اذا الجبهه دي نقطه ضعف واضحه لازم تلعب من خلالها، لازم تكتر التمريرات الطوليه في الجبهه دي، لازم اختراقك النهارده يكون مثلا 60% من الجبهه اليسرى و40% من الجبهه اليمنى تحديدا، لان دي نقطه ضعف واضحه عندهم. الصوره اللي بعدها هدف النادي الاسماعيلي نفس الجبهه، برده محمد الشامي لاعب النادي الاسماعيلي عدى من الجبهه دي وعمل كره عرضيه لهمام طارق اللي هو اللعيب الارتكاز وراح داخل وشايط في الصوره اللي تحتها وجايبها جول. اذا هدف من كره عرضيه من اختراق وكره عرضيه من الجبهه اليمنى لنادي مصر برضو بنفس الستايل. الصوره اللي بعدها برضو هدف ده برضو مصري. للنادي المصري من كره عرضيه يمكن الحارس اخطا فيها في تقديرها، ومن ساعتها الحارس ده بدا هو اللي يلعب عصام ثروت. الهدف اللي بعده برضو هنلاقي الانتاج الحربي من نفس الجبهه
فاذا كل الاهداف جايه او ثلاث ارباع الاهداف جايه من الجبهه دي، نركز عليها بشكل واضح. ده اول ثغره. الثغره الثانيه عندهم التمريرات الطوليه اللي في العمق. عندهم مشكله واضحه في العمق، سهل جدا ان انت يبقى عندك سرعات. النهارده عوده جونيور اجاي لو بدا ان شاء الله بشكل اساسي وهو مميز جدا في حته العمق دي، تقدر ان انت تستغله مع وجود برضو وليد ازارو مع وجود صلاح محسن. سرعاتهم برضو ده هدف لصالح الانتاج في شباك نادي مصر. من تمرير طولي برضو. من تمرير طولي. نبص برضو هنلاقي نادي الزمالك اهو، بص ده حضرتك ده هدف نادي الزمالك فيهم. صح. الكره اتلعبت تمرير طولي بنفس اللعبه. وعلاء طه خلي بالك او الباك رايت هو برضو اللي مغطي، هو اللي مغطي التسلل. اتفضل. رغم ان علاء عطا ده من في الارقام من اكتر اللعيبه قطعا لكرات في الدوري، يعني تقريبا رقم اربعه او خمسه. لكن على مستوى الوقفه وعلى مستوى التمركز عنده مشاكل دفاعيه. طيب توقيتات الاهداف بقى استقبلها امتى؟ توقيتات الاستقبال الفتره الذهبيه اللي النادي الاهلي ان شاء الله يعني يسجل فيها باذن الله من الدقيقه 15 للدقيقه 30 ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45. اذا الربع ساعة الثانية من المباراة والربع ساعة الثالثة اللي هي في الشوط الأول دي الفترة الذهبية اللي نقدر بعد ربع ساعة نقدر إن شاء الله تحديدا في الشوط الأول. كل الأهداف دخلت في نادي مصر في الشوط الأول أغلبها مش كلها، معظمها بالظبط 25 و25 50 و16 دخلت في حوالي 66.6 يعني بتتكلم في أغلب الأهداف في الشوط الأول. فده يأكد برضو إن هم في الشوط الثاني بيبقوا بدنيا عاليين، لكن في الشوط الأول بيبقى احنا نقدر نستغل تخلص الماتش من بدري من الدقيقه 15 للدقيقه 30 ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45. استقبلوا 6 اهداف في الفتره ديت الفتره الذهبيه غير هدفين في اول ربع ساعه، وبالتالي انت بتتكلم في 14 هدف 3 و3 6 و2 8 اهداف من 12 في الشوط الاول. 8 اهداف من 12 نسبه كبيره. اذا عند الفتره الذهبيه هي الشوط الاول. خلينا بقى نروح للمقارنات، مقارنة ما بين يعني على آخر مباراة وليد سليمان ومحمود رمضان. يعتبر الهداف هنا أو يعتبر الهداف هنا وهداف هنا، هداف وليد سليمان وهنا محمود رامبو في آخر مباراتين مسجل هدفين. وليد سليمان 35 سنة، محمود رامبو 27 سنة. وليد سليمان لعب الموسم ده 10 مشاركات، وعلى فكرة أكتر لاعب شارك مع النادي الأهلي خلال تولي فترة رينيه فايلر هو وليد سليمان. أيوه. وليد سليمان لعب في الدوري 311 دقيقة. مسجل 5 اهداف وما صنعش ولا هدف. اما محمود رامبو لعب 5 مشاركات الموسم ده، عنده 27 سنه ب 424 دقيقه، مسجل هدفين وما صنعش ولا هدف. طيب نروح للمقارنه الثانيه، مجدي قفشه او انا اسف خلينا نروح للاول لجونيور اجاي وكليف مانديري. الجناح هنا والجناح هنا او المهاجم هنا، المهاجم الوهمي هنا والمهاجم الوهمي هنا. كليف مانديري اللي هو الجناح الكيني عنده 24 سنه، اما جونيور اجايه من نيجيريا عنده 23 سنه. جونيور اجايه 8 مشاركات الموسم دوت ب 602 دقيقه، مسجل هدفين وعنده اسيست واحد، يعني مساهم في 3 اهداف. اما كليف مانديري اللي هو رقم 11 في نادي مصر اللي بيلعب ناحيه اليمين اللي هيلعب ورا في المساحات اللي ورا علي معلول، لعب 4 مشاركات الموسم ده ب 244 دقيقه، ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف حتى الان. مجدي قفشه ومحمد جمال تريكه لاعب نادي مصر وصانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا. محمد مجدي قفشه رقم اللاعب 19 عنده 23 سنه. محمد جمال تريكه رقم اللاعب 22 عنده 26 سنه. عدد المشاركات هذا الموسم قفشه لعب 9 مشاركات ب 733 دقيقه، احرز 3 اهداف وصنع هدفين وحصل على ركله جزاء، يعني مساهم في 6 اهداف للنادي الاهلي. اما محمد جمال تريكه لعب 6 مشاركات ب 426 دقيقه، ما سجلش وما صنعش ولا هدف حتى الان. احمد الشيخ واحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي واحمد الشيخ لاعب نادي مصر. الثنائي احمد الشيخ، احمد الشيخ هنا 27 سنه لاعب النادي الاهلي، احمد الشيخ لاعب نادي مصر 29 سنه. عدد المشاركات هذا الموسم احمد الشيخ لعب 4 مشاركات ب 216 دقيقه، مسجل هدفين في ال 216 دقيقه دول. ايوه. اما احمد الشيخ لاعب نادي مصر لعب 8 مشاركات ب 325 دقيقه، مسجل هدفين وما صنعش ولا هدف. طيب علي معلول ومصطفى كالوشه. الباك الشمال هنا والباك الشمال هنا، مصطفى كالوشا برضو واحد من الباكات اللي يعتبر مميزه في الدوري، لعب 900 دقيقه ب 10 مشاركات، عنده 30 سنه نفس سن علي معلول 30 سنه برضو. علي معلول لعب 7 مشاركات ب 630 دقيقه. معلول هو يعتبر افضل ظهير ايسر في الدوري، مساهم في 4 اهداف يعني 4 اسيست واحرز هدفين، يعني مساهم في 6 اهداف هذا الموسم حتى الان للنادي الاهلي. اما مصطفى كالوشا متسبب، ما صنعش ولا هدف وما احرزش ولا هدف، ولكن هو تسبب في هدف كان في احد العرضيات اللي احنا لسه عارضينها. محمد هاني وعلاء عطا. الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا، محمد هاني طبعا 23 سنه، علاء عطا 24 سنه،
محمد هاني لعب 9 مشاركات الموسم ده ب 676 دقيقة، أما علاء عطا 11 مشاركة ب 990 دقيقة. علاء عطا ما أحرزش ولا هدف وما صنعش ولا هدف، محمد هاني 2 أسيست. لو بصينا على رقم الأسيست عند محمد هاني هنلاقي 2 أسيست، وعند معلول 4 أسيست، ودي الميزة اللي عاملها ريني فايلر في الفترة الأخيرة، إن الأظهرة عندك بقت بتصنع أهداف كتير. علي معلول 4 أسيست، ومحمد هاني 2 أسيست، رقم كبير يعني 6 أهداف 6 أسيستات من الباكات. آخر مقارنة معانا النهاردة، محمد الشناوي وعصام ثروت حارسي المرمى. طبعا محمد هو الحارس الكبير، هو اللي بيصنع الفارق دايما لفرقته. محمد الشناوي واحد من أفضل الحراس أو أفضل حارس في مصر، رقم الحارس 16، 31 سنة محمد الشناوي. أما عصام ثروت 33 سنة، رقم الحارس 16. عدد المشاركات بتاعت الشناوي الموسم ده 9 مشاركات ب 810 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه كام؟ 8 مباريات من التسعة، أيوة. ودخل شباكه هدف واحد بس. أما عصام ثروت لعب 5 مشاركات، حافظ على نظافة شباكه ماتش واحد فقط، ودخلت شباكه 6 أهداف في 5 مباريات. إذا دي كانت نقاط الضعف والقوة في هذه المباراة بالنسبة لنادي مصر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ناصر عباس اللي هيكون معنا النهاردة لتحليل طاقم أو أداء طاقم التحكيم ما قبل المباراة. أشكرك جدا يا دكتور أحمد، إن شاء الله هلتقي معاك بعد نهاية هذه المباراة. شكرا لحضرتك وبالتوفيق لنادي الأهلي إن شاء الله. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس وتحليل طاقم التحكيم.